المعاصي يا جماعة هي حرمان للسعادة الحقيقية. السعادة ليه؟ الحقيقية، لأن السعادة الحقيقية لا يملكها إلا الله، ولا يمكن ولا يتصور أن يعطي الله هذه السعادة لمن يعصي، وأنه هو أضحك وأبكى، فلا يعطيها إلا لمن صار على مراده وعلى طريقه. موضوع ده حسيت بيه جامد جدا في موقف كده حصل لي في الكلية زمان، من زمان قوي، 2006 كانت آخر سنة في الكلية. حصل موقف غريب قوي، كنت ماشي كده في الدور يعني بتاع السكاشن وكده، فوقفتني واحدة بنت معانا في الدفعة، أنا عارف بنت بقى بتلبس بنطلون ضيق جدا ولابسة بادي ضيق جدا والحالة يعني ايه صعبة جدا يعني. المهم ما لقيتش في الدفعة غير انا توقفه. وقفتني قالت لي لو سمحت انا عايزك في موضوع. طبعا الطلبة كلهم طالعين دلوقتي، فالموقف كان ايه صعب جدا يعني. قالت لي انا عايز اسألك سؤال واحد. قلت لها اتفضلي. قالت لي انت كده ازاي؟ قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا نفسي ابقى زيك. خد بالك انا في الكليه يعني ما كانش عندي عربيه لسه، مش غنيه ولا حاجه، بمشيش مع بنات، بلبس عادي جدا، بلبس يعني ماركات ولا حاجه، باكل اكل عادي جدا، سندوتش في البطاطس اقصى حاجه باكلها، ما بعملش حاجه غريبه، انا انسان عادي جدا ما يبانش علي اي حاجه، مفيش اي مظهر من مظاهر السعاده الدنيويه اللي الناس عارفينها. هي شافت ايه؟ قالت لي انت كده ازاي؟ لازم تقول لي. قلت لها يعني ايه كده ازاي؟ قالت لي انا بشوفك بحس فيه سكينه، في سعاده، في طمانينه، في حاجه انا مش عندي. انت بتعمل كده ازاي؟ انا عايز ابقى زيك. قالت لي انا ما عنديش الحاجات ديت. انت بتعمل كده ازاي؟ طبعا يعني ايه مش عارف، ما اقدرش بقى يعني ايه اقول لها، فجاوبتها بقى. طبعا الناس معديين بقى ايه الله يسهل له بتاع، بس يعني ايه مش مشكلة بقى أشرح لهم الموقف يعني على مهلي. قلت لها أنت بتصلي؟ قالت لي بقطع. طب القرآن؟ طب الأغاني؟ طب الأفلام؟ طب التبرك؟ طب مهم إيه؟ قعدت أسرد لها مجموعة حاجات، كل الخير ما بتعملوش، كل الشر بتعمله. قلت لها أنت عايز تبقى سعيدة إزاي يعني؟ السؤال الإجابة بديهية، انت كل حاجه بتعمليها بتحرمك من التوفيق والسعاده والطمانينه والسكينه. المهم يعني دار ما بيننا حوار كده يعني دقائق ومشيت خلاص الحمد لله، سابتني يعني. لكن شفت في عينيها او يعني شفت في كلامها قول الله تعالى افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط المستقيم. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. فالحقيقة يعني البنت دي أنا شاكر ليها جدا، لأن هي من أسباب ثباتي على الطاعة. أحيانا المعاني احنا بنقولها للناس لكن ما بتثبتش الا بالمواقف العمليه، بس الموقف العملي ده كان موقف عكسي خالص. البنت دي كانت سبب ثباتي، ان هي اكدت لي ان المعصيه ليس فيها خير، اكدت لي ان المعصيه ليست سبب الاستعانه، اكدت لي ان كل العصاه دول حتى لو ضحكوا، على فكره البنت دي ليها اصحاب ولاد وبتضحك وبتهزر وتشوفها في الايه تشوفها يعني لذيذه خالص، اي حد يشوفها بعيد يقول دي من السعداء. كل ده منظر بس، والسعادة الحقيقية في القلب، ولن يعطي الله قلبا السعادة إلا لو صار على مراد الله جل في علاه. طبعا شرحت بقى للناس الموقف بعد كده يعني عشان إيه عشان شكلي بقى وحش قوي في الكلية يعني. الناس يعني إيه يعني قال لك بص عم منافق بيقول لنا اتقوا الله وبيقف مع بنات بعد الظهر. بس ما كانش ينفع اسيبها على الوضع ده الصراحه يعني، اعملوا ايه طيب؟
ربنا يجزيها خير، أسأل الله أن يكون هداها يعني إلى الطريق المستقيم.